بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء رقم 11 من اللقاءات الحية لمقرر نظم المعلومات المحاسبية المستوى السابع شعبة المحاسبة. فيش غير ابنتنا هاجر فقط هي اللي موجودة. يا هلا بحضرتك ابنتنا الفاضلة. طيب، كنا تناولنا في اللقاء السابق جزء عملي واتكلمنا فيه عن قياس قيمة المعلومات، ثم بعد ذلك وقلنا ايه قبل الحصول على المعلومات، لما قلنا المثال اللي هو موجود صفحة 107 و108، قلنا المثال بسرعة كده، بيتم تحديد أفضل بديل قبل الحصول على المعلومات الإضافية، وهو ذلك البديل الذي يحقق أعلى عائد ممكن. واكتشفنا أنه هو البديل مثلا سي، مثلا بديل سين. بعد كده قلنا بعد الحصول على المعلومات بيتم أيضا اختيار وتفضيل البديل الأفضل، وهو الذي يحقق أعلى الوفورات أو أعلى عائد. النقطة الثالثة، القيمة الإجمالية للمعلومات الإضافية تساوي، ودي بقى اللي نخلي بالنا منها، وقلنا عشان جاي منها أسئلة إن شاء الله الرحمن، تبقى عبارة عن ناتج الخطوة الثانية مطروحا منها ما يحققه البديل الأول الذي تم اختياره، أو آسف، ما يحققه البديل الأفضل، اللي هو إيه في الجزء الأولاني اللي هو قبل الحصول على المعلومات ولكن بعد الحصول عليها. لما قعدنا نقول ايه 115,000 طرح كام؟ طرح ال 105. تمام؟ طيب نيجي بعد كده نقول الصافي بيساوي ايه؟ صافي قيمة المعلومات الإضافية عبارة عن القيمة الإجمالية مطروحا منه تكلفة الحصول على المعلومات. بناء على الصافي ده، يا إما أن احنا بننصح الشركة بالحصول على المعلومات إذا كان الصافي موجب، أما إذا كان الصافي سالب فننصح الشركة بعدم الحصول على المعلومات الإضافية، أما إذا كان الصافي بيساوي صفر فالأمر سيان مع مراعاة العوائد غير القابلة للقياس الكمي. يعني ننصح الشركة بالحصول على المعلومات، ما قلنا لو الصافي ده موجب يبقى معناها العائد أكبر من التكلفة، إنما لو كان العائد أقل من التكلفة يبقى ننصح الشركة بعدم الحصول على المعلومات الإضافية. بعد ذلك انتقلنا إلى مثال، طبعا هنا برضو ممكن يجي سؤال تاني اللي هو إيه أقصى قيمة يمكن أن تدفعها أو تتحملها الشركة في سبيل الحصول على المعلومات الإضافية، قلنا بتمثل القيمة الإجمالية، يبقى أقصى قيمة بيعني القيمة الإجمالية. بعد ذلك انتقلنا إلى مثال آخر اللي هو في ظل ظروف عدم التأكد. قلنا معايير التقييم عندنا عبارة عن 5 معايير، معيار تحقق أفضل الظروف، ومعيار تحقق أسوأ الظروف، ومعيار تساوي الاحتمالات، ومعيار معامل التفاؤل، ثم بعد ذلك معيار الأسف. تمام؟ وده اللي كنا توقفنا عنده في اللقاء السابق. هل هناك أي سؤال أو استفسار قبل أن نبدأ الجزء الجديد اللي يتم تناوله اليوم إن شاء الرحمن؟ ها؟ طيب يعني كله تمام الحمد لله رب العالمين، دايما يا رب. خلاص نبدأ بقى.
الجزء اللي احنا هيتم تناوله اليوم بسيط جدا برضو، وسؤال وهبسطه عليكم غير اللي في الكتاب كمان. لا هو برضو زي اللي موجود ما تقلقوش، ولكن هقصد ابسطه ازاي. عايزين نتكلم بقى في جزئية تانية اللي هي اول حاجة، ثانيا المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات. ثانيا المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات. طيب ايه بقى موضوع المعلومات المحاسبيه واتخاذ القرارات؟ احنا اتفقنا مع بعض ان المعلومات هي التي تؤثر على اتخاذ القرار، هي التي تؤثر على اتخاذ القرار. يهمني هنا بس تعرفوا يعني هم نقطتين فقط. ايه هي؟ طب لما يجي يسالك، ادي اول حاجه قلنا مين اللي بيأثر في اتخاذ القرار؟ المعلومات. هل البيانات؟ لا، المعلومات هي التي تساعد في اتخاذ القرارات. طيب وطبعا عرفنا لان هناك فرق شاسع ما بين البيانات والمعلومات، وسبق تناول ذلك في الفصل الايه؟ الفصل اعتقد الاول تقريبا يعني، مش كده؟ وقعدنا نقول بيانات عباره عن حقائق خام ولا يمكن استخدامها على حالاتها، وانما يجب ان يتم اجراء مجموعه من عمليات التشغيل عليها حتى يتم تحويلها الى صوره مفيده تلائم وتساعد في اتخاذ القرارات الرشيده والسليمه. وقلنا مثال على ذلك، ها؟ دلوقتي الدكتور احمد عايز يلبس البدله عشان يروح بيها الجامعه. طب ما هي البدله ديت معموله من ايه؟ من القماش. طب خلاص اروح اجيب 3 متر قماش، ها، من اي محل، واقوم لففهم حوالين جسمي كده واروح بيهم الايه؟ الجامعه. قال خد تعالى يا عم شيخ هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وينفع؟ قال يعني انت تقصد ايه؟ لا ما ينفعش. قال يا عم ما انا لابس اهوت والله ومداري العوره وكل حاجه وتمام التمام ومفيش مشاكل ومداري جسمي كله وعامله بالقماش. يقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان القماش ده بنشبهه بالبيانات. لازم اخد القماش ده بقى واروح لواحد متخصص، الراجل اللي هو الخياط او الترزي، عشان يجري مجموعه من عمليات الشغل بقى بتاعه، عشان يحول القماش ده الى ايه؟ الى بدله شيك بقى كده تلبسها سعادتك كده وتقدر تروح بيها الجامعه، مفيش مشكله. تمام؟ يبقى ده مثال عشان نوضح اللي ما قلنا الفرق بين البيانات والمعلومات. طيب نيجي تاني، يقول لك طب ايه هو اتخاذ القرار؟ يعني ايه تعريف اتخاذ القرار؟ قلنا اتخاذ القرار وضربنا مثال قبل كده، لو عايزين نروح نعمل عمره، ربنا يكتب لنا جميعا يا رب العالمين باذن واحد احد ان شاء الله المولى عز وجل يا رب. ها؟ طب هنعمل عمره، نروح بالطائره ولا بالسياره ولا بالباص ولا مع الحمله ولا مع حد من الزملاء ولا ايه بالظبط يعني؟ قال ما يبقى معناه ان هناك عده بدائل، او المفروض احنا هنعمل ايه؟ بيتم المقارنة بين هذه البدائل لاختيار البديل الأفضل اللي يحقق لنا الهدف بتاعنا، مش كده ولا إيه؟ تمام. يبقى إذا عملية اتخاذ القرار أهي موجودة بقى عند حضراتكم، هي شاور عليها أهي آخر 3 سطور في صفحة 118، عشان ممكن أجيبها في سؤال. هي عملية مفاضلة بين مجموعة من البدائل المتاحة في ضوء الموارد المحدودة لاختيار أفضل البدائل والذي يحقق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة وأكبر عائد وكفاءة. تمام؟ ممكن حد يقول لي يلا يا دكتور، ما انت انت بتقول المثال بتاع العمره ده، طب ما لو انا رحت بالطائره هدفع في التذكره مثلا حوالي 1500 ريال ولا 1200 ريال مثلا، يعني 1000 ريال، انما لو انا رحت مع الحمله هدفع مثلا 200 300 ريال، يبقى انا وفرت في التكاليف. قلت له تمام، انت بتبص لي على الجزئيه دي صح؟ قال لي اه. قلت له لكن لو رحت بالطائره انا بريح وبوفر وقتي، مش كده ولا ايه؟ وبختصر في الوقت، الوقت ده بفلوس ولا مش بفلوس؟ قال التعب والارهاق الجسماني ايضا، ها، ده برضو عائد ولا مش عائد؟ ففي النهاية احنا بنعمل ايه؟ انا في النهاية هقول لكم حاجة، انا كمحاسب لست متخذ قرار بين صنع القرار واتخاذ القرار. انا احنا كمحاسبين بنعمل على صنع القرار، انما اتخاذ القرار ده بيد الاداره العليا بقى، ملناش علاقه، هم ياخدوا بقى ويقعدوا يختلفوا مع بعض، لكن لو طلبوا مشورتنا لا، لازم نقول لهم الصح ايه والمفيد ايه، ده من وجهه نظرنا، خدوا بيها ما خدوش بيها ما يخصناش. تمام؟ يبقى ده كده تعريف اتخاذ القرارات. صفحة 119، لا خلاص هناخد اخر سطرين فيها بس اللي انا لسه بقولها لكم. ايه هي بقى؟ ها، العلاقة بين نظام المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات ترتكز أولا وأخيرا على مين؟ ثانية واحدة دكتور، مين؟ ما أنت قلت المعلومات. أيوه تمام، ما ده ممكن أجيبها سؤال.
أمال إيه؟ العلاقة بين نظام المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات ترتكز أولا وأخيرا على البيانات. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. لا طبعا، يبقى العبارة خطأ، لأن المفروض العلاقة بين نظم المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات ترتكز أولا وأخيرا على مين؟ على المعلومات. على المعلومات. يبقى صفحة 219 هناخد بس آخر سطرين فيها لو تكرمت. يعني صفحة 120 خلاص مش محتاجينها، 121 مش محتاجينها، لكن هو هنا في مثال ليكم انتوا عشان يعني اللي عايز يقراه. طبعا انتوا درستوا محاسبة إدارية ولا لا؟ عشان بس بناء على كده اقول المثال ولا ما اقولوش. انتوا الشاشة انا عامل مشاركة ليها واصلة ليكم، واضحة ولا لا؟ طيب تمام، درستوا محاسبة إدارية ولا لا؟ خدتوا فيها فصل بعنوان اتخاذ القرارات ولا ما خدتوش؟ ايوه كده خلاص، لان انا كنت جايب مثال بس بسيط كده بيوضح اللي هو مثلا ايه استبعاد احد خطوط الانتاج غير المربحه. لو الشركه بتنتج ثلاث منتجات الف وب وجيم، طيب الف بيحقق مكسب 130,000 وب بيحقق مكسب 90 وجيم بيحقق خساره 5,000، طب يا ترى الشركه بصدد اتخاذ قرار بانها عايزه تستبعد المنتج جيم ليه يا عم؟ لانه بيحقق خساره. المفروض عشان الشركة تاخد قرار مش منها لنفسها لازم تلجأ للمحاسب بيعمل تقرير اللي هو عبارة عن قائمة الدخل الحدية وحد المساهمة بقى وهامش المساهمة اللي تقال لكم أو الربح الحدي، مش كده ولا إيه؟ وبعد كده في النهاية بيبقى عنده كام بديل؟ بديلين، في حالة استبعاد المنتج جيم أو في حالة الإبقاء على المنتج إيه؟ على المنتج جيم. فهم دول البديلين بتوعه، بيعمل القايمه بتاعتنا، ممكن يجد انه في حاله وجود جيم رغم انه بيحقق خساره الا ان الربح الاجمالي على الشركه ككل والله طلع مثلا 1000 ريال، لو انا استبعدت جيم ده الربح هيبقى 800. يا نهار ابيض، ازاي يا دكتور؟ يا بلاد الحلال، ما انتوا درستوا بقى التكاليف المتغيره والتكاليف الثابته، ان انا في حاله استبعاد المنتج جيم هل هقدر استبعد التكاليف الثابته؟ لا، هي بتبقى موجوده ولكن بيتم توزيعها على الثلاث منتجات. طب لو استبعدنا جيم برضه التكاليف الثابته بتظل ايه؟ بتظل كما هي، لانها لا تؤثر على اتخاذ القرار بتاعي، وبالتالي في هذه الحاله لا يكون الافضل الابقاء على المنتج جيم وعدم استبعاده، لان استبعاده يمكن ان يؤثر ذلك على تخفيض ارباح الشركه. ودايما اقول لطلابي مثال كوميدي كده، يعني نقعد نعمله نوع من انواع الدعابه كده، لكن ده حقيقي، انا بس بربط لهم العلم بالواقع العملي. مثال ممكن كوميدي أو وبسيط جدا وموجود في واقع الحاله العمليه. احنا اكيد موجود عندكم في كل المناطق عندكم، يعني احنا عندنا في الاحساء في الدانوب ده زي مول كده مثلا تجاري، وفي عندنا مثلا اللي هي اسواق المزرعه، فدي منتشره، الاثنين دول منتشرين على مستوى المملكه. طيب في جزء موجود اسمه الخبز المصري جوه كده، فتلاقينا بنروح مثلا عايزين ناخد خبز مصر. طب ايه المشكله يا دكتور؟ يعني انا بروح مخصوص عشان اخد الخبز المصري بس، فيقول لك والله مالكش غير هما ب 3 ريال او بريالين، يا ابن الحلال ادينا بزياده، يقول لك لا. طيب ممكن اروح، قال طب ما هو المنتج ده الخبز المصري ده بيشتري دقيق وبيخزنه وعنده عامل بيعجن وعنده عامل بيخبز وعامل بيعمل كذا، يبقى دول تكاليف اهو، ممكن يكون هذا المنتج ما بيحققلوش ربح. طب يقول لك ما نلغيه، يقول لك لا استنى نلغيه ليه؟ انا بضرب لكم مثال اهو، لو احنا لغيناه طب ما هو في ناس زي الدكتور احمد وامثاله كتير بيجوا عشان الخبز ده بس. انا لما بروح اجيب الخبز يقول لي مثلا والله فاضل 10 دقائق ونخبز، تمام؟ اقول له طيب خلاص، اقوم عامل ايه في ال 10 دقائق ولا ربع ساعه ده؟ اخد جوله في الايه؟ ها؟ في المول او في السوبر ماركت الكبير او يعني في الدانوب. طيب اخد جوله كده اقوم اعمل ايه؟ اشتري حاجات بحوالي 300 400. يا نهار ابيض، يبقى شفت بقى الزبون اللي كان جاي ياخد خبز بس ب 3 ريال اشترى حاجات ب 200 300 ريال ولا 100 ريال ولا 150 ريال، يبقى لما يجي لنا مره كل اسبوع ده احنا استفدنا، ده غيره كتير، مش كده ولا ايه؟ يبقى لو استبعدنا المنتج ده يبقى هنضيع علينا العملاء دول، ده لو الدكتور احمد ده خدنا منه بس 1000 ريال كل شهر مثلا متوسط الاربع اسابيع، تخيل مثلا لو هم كانوا عباره مثلا بيجي لنا يجي 500 600 واحد ولا حاجه، اضرب في 1000 يبقى دي 500 600 الف ممكن نضيعهم علينا في سبيل ان احنا استغنينا عن منتج كان موجود وشغال، تمام؟ زي بالظبط كده اللي بيروح يشتري، اما اجي اشتري البدله بتاعتي مثلا، اروح اشتري البدله، اروح بعد كده في محل تاني عشان اشتري القميص او قميصين يمشوا مع البدله، بعد كده ادور على محل تاني عشان اشتري الجرافطات. طب ما لو كلهم موجودين في مكان واحد
زي بالظبط ابنائنا السعوديين هنا مثلا، يروح يشتري التوب. طيب ما هو بيشتري الشماغ والعقال والكبك، مش كل الناس بتاخد بتشتري كبك، بس المفروض في المحل يا عم ما تسيبه، ممكن واحد يكون جاي يشتري كبك بس يلاقي الشماغ كويس والعقال كويس فيشتريهم، يبقى كأن منتج يساعد على تسويق منتجات اخرى ولا لا؟ نعم. وبالتالي مش في كل الاحوال القرار هو استبعاد المنتج، تمام؟ انا بس حبيت اقول لكم كده كفكره عامه عشان تفهموها برضو، عشان ممكن بعض الناس يقول لك ايه يا دكتور، يبقى منتج ممكن يكون بيحقق خساره ولكن الابقاء عليه افضل من الاستغناء عنه؟ اه طبعا. ليه بقى؟ لان احنا بتوع محاسبه درسنا التكاليف المتغيره والتكاليف الثابته، وان التكاليف الثابته هي تلك التكاليف التي تظل ثابته ولا تتغير مع تغير مستوى النشاط، اذا زاد مستوى النشاط او قل بتظل التكاليف الثابته كما هي، وبالتالي فهي لا تؤثر على اتخاذ القرارات. انا اقصد هنا ابنائي وبناتي التكاليف الثابته العامه، لما في هناك موضوع اخر للتكاليف الثابته الخاصه، تمام؟ فده بس يعني شرح كده موجز يعني، وقلت سريعا اعذروني عشان لو حد فيكم حب يرجع للمثال مفيش مشكله خالص، لكن انا هعتبره غير مطلوب من حضراتكم. اهو موجود في الصف. نروح بعد كده للجزئيه المهمه بقى بتاعتنا والمطلوبه من حضراتكم وجايه في الاختبار ان شاء الرحمن. بنسبة كام يا دكتور؟ بنسبة 1000000%، اللي هي ايه بقى؟ بيان وفورات التكاليف. يعني كلمة وفورات التكاليف يعني انا هوفر في تكاليف قد ايه؟ في شغلانة هتخليني اصرف 5000 ريال، طب لو انا نفس الشغلانة دي عملتها ب 4000، كويس وفرت 1000، يبقى كلمة الوفورات يعني ايه؟ ها اللي انا هوفره في مين؟ في التكاليف، نتيجة للتحول من اسلوب تشغيل يدوي الى احد الاساليب غير اليدوية. طيب ايه المشكلة يا دكتور؟ طيب انا هقول لكم بقى واكتب لكم على الشات عشان اختصر الموجود عندكم في الكتاب ده تفهموها معايا سريعا كمان. طيب يا ريت يكون معاكم ورقة وقلم كده سريعا عشان نعملها مع بعض سويا ان شاء الرحمن. اهو ونحتاج آلة حاسبة؟ لا، نحاول نقولها من غير آلة حاسبة. هنفترض هنا تحت اسلوب التشغيل اليدوي عدد العمال اللي شغالين مثلا نقول 20 عاملا، حصل الواحد او العامل يعني منهم على اجر او راتب سنوي، يعني او راتب سنوي نقول مثلا كام؟ 10000 ريال. نخلي بس انا بقول ارقام سهله وبسيطه اهوت عشان ايه؟ يلا اسالكم اول سؤال الاول، اول سؤال ده كده نص التمرين؟ اه، واللي هنقوله دلوقتي ده نص الحل ده على طول كده؟ يلا يلا يا ابنائي وبناتي. المفروض عندنا عدد العمال 20 عامل. العامل منهم بياخد اجر في السنه كام؟ 10000 ريال. ها يبقى انا هدفع لهم كده اجر سنوي كام؟ نضرب ال 20 العامل ضرب كام؟ ال 10000. بس كده قولوا لي بقى الناتج يساوي كام؟ عشان انا عارف انتوا ساعات بتتلخبطوا. اهي ابناتنا سماح ربنا يكرمك كتبت 200000 ريال، ممتاز. يبقى دي كده التكاليف او الاجور اللي انا هدفعها في حاله ان انا شغال ايه؟ يدوي. يا دكتور سهله خالص يا دكتور، ما فيهاش حاجه خالص. طيب تمام، نكمل بقيه المساله. ده الجزء ده المفروض انتوا لسه هتعملوه المفروض بعد ما نخلص المساله. طيب لو احنا بقى هننتقل الى تشغيل الكتروني وغير يدوي، يعني عدد العمال، انا مش محتاج ال 20 عامل طبعا، انا ممكن احتاج 10 عمال بس، 10 عمال بس هنا كده، راتب او الاجر السنوي العامل ده هياخد 15000 ريال، لان احنا بنقول الكتروني فيبقى هياخد راتب اكبر. يبقى انا كده تحت اسلوب التشغيل الالكتروني هدفع اجور ورواتب كام؟ زي ما ابنتنا قالت، ما هنضرب يا دكتور عادي عدد العمال 10 ضرب 15000 ريال يطلع بيساوي 150000 ريال، تمام. السؤال يا سماح بقى عشان طالما انت بتجاوب، ها يبقى انا كده الاول كنت بدفع كام؟ 200، دلوقتي هدفع كام؟ 150. اذا هناك وفرات ولا ما فيش؟ هقدر اوفر في التكلفه ولا ما اقدرش؟ كام؟ ما السؤال بقى بتاعنا، ما قاليش برضه اي اه ما هو في كام بقى؟ ما هو السؤال اللي هجيبه لك كده، السؤال اللي هجيبه لكم في الاختبار هسألك على كام او اجيب لك اختيار من متعدد قريش.
تمام؟ اهي اريج قالت 50، جبتيها منين ال 50 يا اريج؟ عشان بقيت ابنائي وبناتي يبقوا عارفين. ها؟ جبتيها منين؟ الله، ايوه كده، 200,000 طرح 150، سهله ولا صعبه؟ لا سهله سهل. يا دكتور. طب لا ثواني بقى، هو الدكتور احمد هيجيبها لكم كده؟ معلش برضو احنا في ايام كريمه، طب عايزين نصعبها شويه. هتصعبها ليه يا دكتور؟ ربنا يكرمك عشان ندعي لك، عشان ندعي لك وانت داخل على تلقية الاستاذيه، ندعي لك والله، فاحنا في ايام كريمه وشهر رمضان داخل، ما تقلقوش والله اهو. ما انا بص هعمل ايه؟ طيب بص نصعب المساله شويه، نفس البيانات بس انا كنت مديكم عدد العمال تحت اسلوب تشغيل الالكتروني، كنت مديهم لكم كام؟ قلت 10 مش كده ولا ايه؟ لا بص كده قلت لك ايه؟ سيكون عدد العمال 50%. ما تكتبش ليه انا بحسبك، سيكون لازم معلش، سيكون عدد العمال 50% في حالة تشغيل غير اليدوي. الله بنات اديني يعني حبيت اصعبها شويه، صعبها شويه. ايه الصعوبه اللي فيها يعني؟ انا في المثال بقى نقوله تاني، كان الاسلوب الاولاني التشغيل اليدوي، عدد العمال 20 والراتب او الاجر السنوي كام؟ 10,000 ريال. خلاص ما قلنا يا دكتور نضرب ده يطلع 200,000. طيب في حاله التشغيل غير اليدوي قال لي سيكون عدد العمال 50% من عدد العمال في حاله التشغيل اليدوي، والاجر او الراتب السنوي كام؟ 15,000 ريال. في ضوء ما سبق فإن الوفرات في تكلفة العمالة ستكون مساوية لمبلغ وقدره، وديكم اختيارات 10,000 20,000 30,000 50,000. ها فاهمين ايه التغيير اللي حصل ولا مش فاهمين؟ ايه بقت صعبة؟ شوي لخبطنا شوي. ليه ليه ليه؟ تاي ثواني اهو، شكلكم كده ما بتحبوش الرياضيات خالص، هو الحساب يعني. هقول طيب هقول واحده 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 واحده، احنا عدد العمال الاول كانوا كام؟ عايزكم بقى تردوا عليا عشان ايه؟ تفهموها، ما تسيبونيش اتكلم مع نفسي او اكتبوا لي. ها 20 تمام يا سماح. انا بقول دلوقتي عدد العمال في حاله تشغيل غير اليدوي سيكون 50% من الكلام ده، يبقى معنى كده ها عدد العمال هيساوي كام؟ نضرب ال 20، ال 20 ضرب 50% بس، يبقى المشكله تساوي هيطلع 10 عمال، 10 عمال. يبقى في حاله التشغيل غير اليدوي ها طلعنا عدد العمال كام؟ 10 عمال بس، ونطبق نفس الكلام اللي قلناه. فيها صعوبه؟ ها اتفهمت؟ تمام. طيب نقول حاجه كمان نصعبها تاني يا دكتور بقى، ربنا يكرمك تصعب ايه؟ خليك سهل معانا عشان ايه؟ ندعي لك والله يا سامة تلاقوش اهو. طيب قول يا عم دكتور اما اشوفك هتعمل ايه. هو ديت كان كام بالظبط عشان اقولها لكم؟ يا ريتني كنت حسبتها الاول، انما انا قعدت الف في ايه في مثال، فانا بس معلش معذره انا اهو هحسب على الاله الحاسبه بس. اقسم ايه؟ لو قسمت 15,000 على 12 تساوي، طب الحمد لله رب العالمين طلعت رقم برضو والله. ايه ماشي يا عم احمد احان، نقول نصعب شوي. في حالة التشغيل غير اليدوي، غير اليدوي سيكون عدد العمال قلنا 50%، ما خلاص يا عم الدكتور بقى ما احنا قلنا بقى 50%، وبأجر شهري 1,250 ريال. في ضوء ما سبق فإن الوفرات في تكلفة العمالة تساوي ايه ده؟ تاني كده المثال يا دكتور، واحدة واحدة عادي. نقول المثال تاني من الاول، بنقول في حاله التشغيل اليدوي، اليدوي عدد العمال 20
بياخد كام في السنة؟ 10,000 ريال، ضربناهم طلع 200,000 ريال. طيب ده جزء اليدوي، نيجي على الغير اليدوي، قال لي والله عدد العمال هيبقى كام؟ 50%، ولسه قايلينها. طب خلاص يا دكتور دي سهلة، هنضرب ال 50% ضرب كام؟ ضرب ال 20، فيطلع عدد العمال كام؟ 10، فدي سهلة. بس هنا بيقول إيه؟ وأجر شهري 1250 ريال. الله ينور عليك يا سماح، والله ربنا يكرمك يا بنتي، ربنا يكرمك. ها تعزمي نفسك على عصير بس من ابو 2 ريال كفايه، تمام؟ من ابو 2 ريال، ما تبقيش طماعه، تعزمي نفسك على عصير تمام بس ب 2 ريال، ما تبقيش طماعه وجيبي من الاكبر من كده، وقولي الوالده ده على حساب الدكتور احمد، مفيش مشكله خالص. اهي عملت ايه ابنتنا سماح ربنا يكرمها؟ قالت لي ايه المشكله يا دكتور؟ عادي، ما انت بتصعبها فين؟ واحنا يعني ما احنا معاك على الخط. قلت لها ازاي؟ قالت لي معاك على الطريق، ما تقلقش فاهمين اهوت والله. انت كل ما بتقول اجر شهري، خلاص هنحول الاجر الشهري الى ايه؟ الى اجر سنوي. هتعملي ايه؟ قالت لي هنضرب في 12 شهر، يبقى ضربت ال 1250 اهو ريال ضرب كام؟ 12 شهر، هيطلع بيساوي كام؟ يطلع بيساوي 15,000 ريال بس في السنه، في مشكله يعني؟ سهله ولا صعبه؟ في صعوبه تانية يا دكتور؟ لا ما فيش صعوبه. ها واضح؟ طيب تمام. طب ممكن اقول اخر ملحوظه؟ هي ملحوظه ولا ملاحظه يا دكتور؟ الاثنين صح، ملاحظه وملحوظه صح. اخر ملحوظه عشان لو فهمتوها يبقى كده خلاص، ايه خلصنا كل يعني النقاط اللي عايز اقولها الثانيه، يبقى تقريبا كده ايه، لان الجزئيه الثانيه على المستندات ففيها الملحوظه دي، فانا عايز اقولها هنا بالمره، نقولها بعد اذن حضراتكم. صعب تاني علينا يا دكتور؟ اه عشان اشوف بناتي وابنائي بيركزوا معايا في الرياضيات برضو ولا لا. ايه هي؟ قول يا عم الدكتور. احنا كنا قلنا عدد العمال كان كام الاول؟ اهو عشان ما ننساش، 20 عامل. ده في حاله التشغيل مين؟ التشغيل اليدوي، التشغيل اليدوي. خلاص يا دكتور احنا مركزين معاك، وبالامره قلت ايه؟ ها سيصبح 50% في حاله غير اليدوي. لا بص بقى، انا هقول اغير الصيغه. ها سينخفض عدد العمال بنسبة نقول مثلا نقول 60% في حالة التشغيل غير اليدوي. قلنا سنخفض عدد العمال بنسبة 60% في حالة التشغيل غير اليدوي. ها حد يعرف يقول لي يا ترى عدد العمال بقى في حالة التشغيل غير اليدوي هيبقوا كم؟ ها ابنتنا سماح لسه قايل لك تعزمي نفسك على عصير ب2 ريال، سحبنا العصير من حضرتك وخلناه بريال، فتعزمي نفسك على عصير بريال بس واحد. لا يا دكتور، ما طالما عملنا كده يبقى في خطأ على طول على طول. ايوه كده اهو، في العيد ده برضو وانا طالب، لان دايما كنت ببقى متعجل ومستعجل ومتسرع في الاجابه على طول. ها كان حتى ساعات الشيخ كده لما نيجي نسمع عليه القران كده ولا حاجه يقول لي يا ابني بالراحه واحده واحده عشان افهم منك واسمع منك، فاقعد اقول له ايه حاضر. يمكن هو ريتم الواحد اتعود على كده. 20 ناقص 12 ايوه اديك ايه شكلك جبتيه اهو. اه طب انا هقول لك طريقه تاني، شوف انا هجيبها ازاي. ايوه 8، جبت الثمانية منين؟ اه هي صح 8، نراجع العصير ابو ريالين مفيش مشكله خلاص. اه هي 8 بس انا عايز بقيت بناتي يعرفوا جت منين. إيه؟ بصوا يا بناتي اقروها لغه عربيه، اقروها اقرؤوها لغه عربيه. انا بقول ايه؟ سينخفض عدد العمال بنسبه 60%، يبقى معنى كده اللي موجود من العمال كام؟ ها 40%، 40% اللي موجود كده ولا ايه؟ نضرب ال 20 ضرب 40% يطلع بيساوي كام؟ يطلع بيساوي 8 عمال بس. ادي الصعوبه اللي فيها يا دكتور. ها انا قلت ايه؟ هو انا قلت كلغه عربيه سيصبح عدد العمال 40%؟ لا انا جبتها بصيغه ثانيه، انا قلت ايه؟ سينخفض عدد العمال بنسبه 60%، طالما سينخفض بنسبه 60% ها يبقى معنى كده ايه؟ ان اللي موجود 40%،
بجيبها في خطوه واحده بس يا سماحه، يبقى اضرب 20 ضرب 40%، او ممكن اعملها على طريقه تانية. ايه هي؟ زي ما سماحه عايزه تعملها مثلا، يعني تقول له خلاص يا دكتور انا هضرب 20 ضرب كام؟ ضرب 60 يطلع كام؟ 12، وبعد كده اطرح ال 12 من ال 20 يطلع يساوي 8. صح، ما فيش مشكله، بس انا بحاول اوفر عليكم واجيبها في خطوه واحده بس كده. دي كافه الملاحظات اللي في هذا التمرين، مفهوم؟ ها المثال اللي قلته دلوقتي بجميع ملاحظاته مفهوم؟ ده جاي في الاختبار على فكره، ان شاء الرحمن، ان شاء الرحمن جاي في الاختبار. طيب طالما انتوا كده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، اديكوا تيست بقى دلوقتي على طول، زي ما بيقولوا كده ايه ولا بيسموه ايه، زي ما بيقولوا اعمل كده وفين نجيب اهوت. ثانية واحدة أديكم سؤال. عم أحمد الجوعي ما جاش الله يسامحه، بس حبيبنا برضو نفتكره ما فيش مشكلة خالص أهو. ناخد المثال ده كده، أشوفكم بقى كده يعني إيه واساتذه بجد بقى، وتبقوا عجبتوني لو ايه؟ لو عملتوه. يلا بناتي. سيبكم دقيقتين كده او دقيقه واحده المفروض. ها يا دكتور ده، ده غير العمال، خلاص بقى احنا مالنا مال العمال، ايه المشكلة؟ ما اللي يتقال على العمال يتقال على أي حاجة تاني. ها؟ أقراها معاكم. من واقع البيانات المتاحة عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره والقائمين عليه بشركة الجويعي، حيث يبلغ عدد المستندات المستخدمة سنوياً 10,000 مستند. تمام، ومتوسط تكلفة المستند كام؟ 1.5 ريال. عايزكم تمشوا كده وانتوا بتقروا مع التمرين واحدة واحدة، وذلك في حالة التشغيل اليدوي. ثانية واحدة دكتور، نص التمرين كده اجيب التكاليف بتاعتي، انا المفروض المستندات كام؟ قلت لها 10,000. قالت لي المستند تكلفته كام؟ قلت لها 1.5 ريال. قالت لي خلاص، اعرف اجيب التكلفة ولا ما اعرفش؟ قلت لها انت اللي تقولي. طيب ها، يبقى اديني بساعدكم في الحل اهو. وينتظر نضرب تخفيض نضرب عداد. تمام، ما انا عايزكم تحلوا انتوا بقى، انا مش عايز اقول. ها اعتبروا بقى في الاختبار اهو، عايزكم انتوا اللي تحلوه. ها، وفي حاله التشغيل اليدوي قلنا خلاص بقى دول، وينتظر. شفت الصيغه بقى هنا، خلي بالنا من الصيغه، لغه عربيه، دكتور احمد بيمتحننا في العربي كمان، معلش ربنا يسامحه. ها، وينتظر تخفيض اعداد المستندات بنسبه كام؟ 95%. دكتور ثانيه واحده كده، انت بتقول ينتظر تخفيض اعداد المستندات، يبقى معنى كده عدد المستندات اللي موجود كام؟ يعتبر 5% يا دكتور، ايه المشكله يعني؟ هو ده اللغز اللي فيها بس، خلاص تمام. ها، وبذات متوسط تكلفه الوحده، حاله التشغيل غير اليدوي. يعني ايه وبذات متوسط تكلفه الوحده؟ يعني بنفس متوسط التكلفه. هي التكلفه كانت كام في الاول؟ 1.5 ريال، خلاص هي برضو هنا 1.5 ريال. يلا يا بناتي، يبقى تكلفه تساوي كام؟ او الوفر يعني، انا هحسبه معاكم اهو سريعا، اشوف هنعمل ايه. انت هنا يا دكتور انهم قايلين في حاله التشغيل اليدوي يبقى مش عارف كام ضرب مش عارف كام يطلع كام اهو. نيجي الثانيه، هيبقى عباره عن الكام في مش عارف كام اهو، في كام ادي كده، ادي كده اهوت، يبقى يطلع مش عارف كام، يبقى ده ناقص ده يطلع سعادتك اهو. انا حليتها ليه بقى يا سماح؟ ليه اهو؟ شكلك كنت بتكتبي، انت شكلك كتبت الرقم، كنت هتكتبي صح بس لخبطت. اكتبي الرقم تاني صح يا سماح اللي طلع عندك، ربنا يكرمك. ها، اكتبي الرقم صح.
يلا يا بناتي، انا عايزكم تذاكروا الجزء ده بالطريقه اللي احنا شرحناها دي، بلاش اللي موجود في الكتاب، عشان الكتاب يعني ايه؟ يعني مدي تفاصيل التفاصيل، ويجب الترميز وعدد مش عارف ايه، ده الكلام ده انا بشرح في القاعه بقى ليك مباشره يعني، تمام؟ ها ايوه كده ممتاز يا سماح. لا كده العصير ابو ريالين يا سماح هنخليه ب5 ريال مش بريالين، خلاص. او ممكن تخلي الوالده لو انت صايمه النهارده ولا حاجه تتوصى بيكي على الفطار شويه، لا الدكتور احمد بيقول لك لو سمحت يا حاجه يعني ايه ربنا يكرمك كده ويحفظك اتوصي بيه على الفطار شويه، تمام؟ طيب عادي مفيش مشكله، تديك نص حبه دجاج كامله ما فيش مشكله خالص، مش خساره. يلا بالهنا والشفا. طب واحنا يا دكتور بقيت بناتك يعني؟ بقيت بناتي بقى هتصرف معاهم انا بعدين، معلش هدعيلهم بالهدايه. ها ابنتنا سماحه عملت ايه؟ جابت الرقم دوت ازاي؟ بقيت بناتي ها يلا عايزكم انتوا تجاوبوا برضه. ها لا مش عايز انادي بالاسماء، انا انت اللي تكتبوا. يلا نوير وريج وهاجر، ده سؤال جاي في الاختبار على فكره بالمناسبه، جاي منه يجي سؤالين ثلاثه كمان، يلا عشان اشجعكم بقى. منتهى البساطه، ما انتوا فهمتوا الجزء اللي فات وده زيه بالظبط اهو. بصوا هنعمل ايه بقى على فكره بالمناسبه سماح، انا ممكن اخضهم دلوقتي ماشي كده واعمل لك سطر واحد. سطر واحد والله انا بحب الرياضيات. لا يا دكتور لو سمحت امشي معانا خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، ربنا يكرمك كده. تمام نعمل ايه؟ اهي بص اكتب ازاي؟ التكلفه، اكتب لكم بقى الحل النموذجي، تكلفه المستندات آلة التشغيل، ده ما بكتبش ايه؟ سامحك، تكلفه المستندات حاله التشغيل اليدوي، امشي خطوه خطوه، هتساوي عدد المستندات كم يا بناتي؟ قالوا 10,000 مستند، واكتب جنبها كده عشان ما حدش يسالني يقول انت ده اسمه ايه؟ مستند، ضرب اهو ضرب التكلفه كم؟ واحد ها و واحد ونص ريال، يبقى التكلفة هتساوي 10,000 ضرب 1.5 ريال تطلع 15,000 ريال، 15,000 ريال كده تكلفة المستندات حالة التشغيل اليدوي، واضحة ولا فيها مشكلة؟ ها مفهومة جت ازاي ولا دي صعبة؟ ها بناتي فيها اي صعوبة دي عشان انتقل للخطوة التانية؟ تمام نروح للخطوة الايه التالية، عايزين نجيب بقى برضو نفس الكلام. بص اعمل ايه؟ تكلفة اهو المستندات حالة التشغيل غير اليدوي هتساوي، هتساوي ايه؟ نقول عدد المستندات، ثانية واحدة يا دكتور، عدد المستندات ده هو قال لي المفروض ان سينخفض، ادي ال 10,000 مستند، قال لي سينخفض بنسبة كام؟ 95%، يبقى اللي موجود كام؟ 5% اهو. ال 10,000 ضرب ال 5% ادي كده 10,000 ضرب 5 على 100 يطلع بيساوي 500 مستند، 500 مستند، 500 مستند، المفروض دول اضربهم في كام؟ ضرب، ضرب التكلفه كام؟ قال لي 1.5، 1.5 ريال اهي، 1.5 ريال يبقى هتساوي، يبقى لما نضرب 500 مستند ضرب 1.5 ريال ادي صفر قصاد علامه، يبقى دي صفر، ال 5 في 15 ب 75 يعني تطلع ب 750 ريال. يبقى تكلفه المستندات حاله التشغيل غير اليدوي تبقى 750 ريال. اذا الوفورات، الوفورات في المستندات هتساوي، تساوي كام؟ انا الاول كنت هدفع كام؟ كنت هدفع 15,000 ريال طرح
طرح كام؟ طرح 750 ريال، يبقى الناتج هيساوي 14250 ريال. 14250 ريال، واضحة يا بناتي؟ ها؟ سهلة ولا صعبة؟ لا أنا عايز بقية بناتي، ها كلهم. ها مفهومة؟ تمام؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة يا دكتور تاني، أنت شكلك نقوم قايلين. طيب ناخد ندي مثال تاني. يلا على نفس الجزئية أشوفكم بقى المفروض، عشان لو حد فيكم غلط هزعل منه بقى. يلا ها يلا انا في انتظاركم. بناتي اين انتم؟ بيقول من واقع البيانات المتاحة عن نظام المعلومات المحاسبي وعناصره والقائمين عليه بشركة ها مين الجوي، حيث يبلغ عدد المستندات. برضو يا سماح وضحي واكتبي لنا التفاصيل، معلش بقيت بناتي. ها بيقول يبلغ عدد المستندات المستخدمة سنويا كام؟ 10000 مستند. متوسط التكلفة كام؟ 2 ريال. يبقى التكلفة عبارة عن ادي ال 10000 مستند ضرب على طول ضرب 2 ريال، يبقى هتساوي 20000 ريال. ادي كده اليدوي، عشان بس لو حد بيذاكر معايا اليدوي. هو بيقول ايه؟ وينتظر تخفيض اعداد المستندات بنسبه 90%. طالما في هينخفض بنسبه 90% يبقى اللي موجود كام؟ 10 10%. بس 10%، يبقى نضرب ال 10% دي ضرب كام؟ ضرب ال 10000، 10000 صح؟ يعني يطلع 1000 مستند، 1000 مستند اهو، يبقى دي كده 1000 مستند اهو. نضرب ال 1000 مستند ضرب كام؟ ضرب ال 2 ريال، ها تطلع بتساوي كام؟ تطلع ب 2000، ادي كده 2000 ريال، ده كده الغير يدوي. يبقى معنى كده الوافورات تساوي كام؟ 20000، طرح ال 2000 يعني تطلع تساوي 18000 ريال، بس انتهت العملية. سهلة ولا صعبة؟ ها؟ طيب ممكن أقول حاجة، هو المفروض ده الحل اللي نعمله الأفضل، تمام؟ ولكن هناك حل تاني أسهل هقوله للي عايز يعني يفهمه، اللي مش عايز مش مشكلة، يعني ممكن في هذه الحالة طالما إن التكلفة هي هي، سواء في حالة التشغيل اليدوي أو الإلكتروني بالنسبة للمستندات، أنا ممكن أعملها في خطوة واحدة. بصوا بقى كده عشان أشوفكم هتركزوا معايا ولا لأ. ادي كده اهو ضرب ضرب تساوي انا احمد حيامات حلتها في ها في سطر واحد بس مستند، مش ايه معلش نسيت الدال يعني. تمام اللي انت عملته ده يا دكتور اهو، مش هي نفس التكلفه، بس الحل ده ما ينفعش الا اذا كانت التكلفه واحده، يعني هنا 2 ريال وهنا 2 ريال، هنا واحد ونص هنا واحد ونص، انما لو اختلفت
ما ينفعش فيها الحل بايه بالشكل الاخير ده، لازم امشي خطوه خطوه. انما لو التكلفه هي هي، يقول لي وبذات متوسط التكلفه، طب انا ممكن اجيبها في خطوه واحده ازاي؟ مش انت بتقول لي عدد المستندات 10,000؟ اه، وانت بتقول سينخفض بنسبه 90%، يبقى معنى كده احنا وفرنا 90% صح من المستندات دي. تمام، تكلفه المستند كام؟ 2 ريال، يبقى 10,000 ضرب 90% يطلع بكام؟ يطلع ب 9,000 مستند وفرناهم، ضرب 2 ريال يبقى 18,000 ريال، تعتبر وفرات بالنسبة في تكلفة المستندات. ولكن هذا الأسلوب لا يمكن استخدامه في خطوة واحدة إلا إذا كانت تكلفة المستند لا تختلف في حالة التشغيل اليدوي عنه في حالة التشغيل غير اليدوي. إنما لو اختلفت التكلفة، ما أنا ممكن أقول لك المستندات هنا يدوي مثلا يعني يدوي كده 10,000 مستند، تمام، بتكلفة كام؟ بتكلفة مثلا نقول 2 ريال. طيب اجي اقول غير يدوي سينخفض بنسبة كام؟ نقول 80% اهو، بتكلفة قول مثلا كام؟ 3 ريال المستند. هنا بقى غصب عني ما اقدرش اعمل الحل في خطوة واحدة، لا لازم اعمله في خطوتين، لا هي المفروض مش 8%، المفروض 80% عشان يبقى بس الايه؟ 80% صحيح. يبقى هنا في الحالة دي لازم اعمل الحل بتاعي على كام خطوة؟ خطوتين اللي احنا ماشيين عليهم وعارفينهم. هاجي تحت اسلوب التشغيل اليدوي، اضرب ال 10,000 مستند ضرب 2 ريال يطلع كام؟ 10,000 ضرب 2 يطلع كام؟ 20,000 ريال. تمام، ده كده في حاله اليدوي. نيجي في الغير اليدوي، هو قال لي سينخفض بنسبه 80%، يبقى معنى كده اللي موجود كام؟ ادي كده 10,000، يبقى اللي موجود 20%. 20% ضرب ال 10,000 يطلع كام؟ يطلع بكام؟ ب 2000 مستند. تكلفتهم كام؟ 3 ريال، اضرب 2000 ضرب 3 يعني يطلع 6000 ريال. انا الاول كنت بدفع كام؟ 20,000، يبقى الوفورات بالنسبه لي الوفورات هتساوي عباره عن ال 20,000 ريال، طرح ال 6000 ريال هتطلع بتساوي كام؟ 14,000 ريال. الكلام ده بقيت الاعزاء سهل ولا صعب الجزئيه ديت؟ اسهل من اللي موجوده في الكتاب بمراحل، مش كده؟ في الكتاب اجيبها بنفس النمط ده لو انا بختبر الطالب عندي في الجامعه حضوريا يعني، انما عن بعد، لان الاختبار عن بعد يعني شكل السؤال يبقى مش هيتيح له ان هو، لا بجيب له اختيار من متعدد او صح وخطا، مش كده؟ واضح؟ سهله ولا صعبه؟ تمام؟ الجزئية دي جاية في الاختبار إن شاء الرحمن بمشيئة المولى عز وجل. طيب هو باقي لنا بس يعني جزئية بسيطة في الايه، في الفصل نظري كده، حاجة اسمها أنماط التحول عشان برضو هنجيبها في الاختبار، فديت بقى هنأجلها إن شاء الرحمن للقاء القادم بمشيئة المولى عز وجل. مع ان والله كنت عايز اكمل معاكم بصراحه ونخلص اللقاءين ورا بعض، بس يلا بقى معلش عشان نلتزم بالمواعيد بتاعتنا، فان شاء الرحمن موعدنا القادم في تمام الساعه 8:45 ان كان في العمر بقيه بمشيئه الله تعالى. قبل ان ننهي اللقاء، هل هناك اي سؤال او استفسار؟ مفهوم اللي شرحناه اليوم؟ واضح؟ ربنا يكرمكم رب العالمين ويحفظكم بناتي وابنائي الاعزاء. يعني اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا لمن صام من حضراتكم، ولا ينسانا وينسى الامه العربيه والاسلاميه بخالص الدعاء عند افطاره
بمشيئة الله تعالى. إلى أن نلتقي بحضراتكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، ورعايته أبنائي وبناتي، في أمان الله، السلام عليكم.